السلام عليكم، ازيكم؟ بشكر الأستاذ الدكتور أسامة عرفة مرسي على استقبال وزيارته تجلت المعرفة وتجلت المعرفة بس أنا المؤتمر ده مش بس حاجة، هو مؤتمر نسائي أو والله بشكر أنا هاخد طبق كده تغيير بقى مهم جدا بيقابل البرزنتيشن كله بس انا كنت سنتراش ولا هو مفيش بقى بتاع يعني هو البيت الايد هو هل البيت الايد انت مشكله وهرد على الاهل اقول لهم ايه واكون عارف الصح من الفكرش يعني ايه بيت الايد ويعني ايه طفل اقول ان هو بيت الايد لازم اكون في كل حاجه ليها التشخيص بتاعها أولا البيكي إيدي هو لحد الآن البيكي إيدي لحد الآن هو يعتبر إيدي ديفيكتس يعني إيه؟ يعني مشكلة في الأكل ما هواش مشكلة عضوية هو بيكلاسيفايد في السبيكترم بتاع الفيدينج ديفيكتس وهو لحد الآن يونيفرسلي ملوش ديفينيشن يعني ملوش ستاندردايز ديفينيشن وملوش ديفينيشن عندنا ك يعني سايكايتريك اوفر فيو مش موجود في دي اس ام 5 هو عباره عن موجود في السبيكترم بتاع الفيدنج وهو لحد الآن ملوش ديفينيشن متفق عليه بمعنى انه هو عباره عن طفل مش عايز فصي مش عايز أليف مش عايز ياكل او لينكد لاكل معين عايز ياكله بس تمام طيب هو البيكي ايتنج ده بيجي لمين ده العكس ده بيجي للهيلثي تودلر الطفل طبيعي خالص والبري سكول ايج كمان يعني ممكن يمتد للبري سكول وهو كومن بروبلم وورلد وايد وبيعتمد على البيرنت بيرسبشن الأم هي قد إيه كير أو هي شايفة ابنها بيكي قد إيه والرينج بتاع الفود إيتينج بتاع الولد من 20-50% من الأطفال في كورت ستادي لمت يونايتد ستيت وراحت لحد تشاينا ونزلت لحد يوروب قالت إن من 20-50% من التودلر هود والبري سكول ايج عندهم بيكي ايتنج طيب وهو مع كل البريفلنس القوي ده هو تقريبا نصهم كلهم عندهم نورمال جروس شورت بتاعهم ما عندهمش مشكله في الجروس تيجي الام تشتكي منها بيكي ايتنج نقيس له طول والوزن نلاقيه مش حاجه تمام ما عندهمش اي سايد افكت من الموضوع طب ليه التودلر لو بصينا من السايكولوجيكال اوفر بتاعه ليه التودلر بيكي هو بيكي لحاجات كتيره قوي وقعد السنه الاولى كلها ما بيتحركش وكل الديزاير بتاعته ان هو يرضع وينام ويلعب شويه خلاص ابتدى يتحرك في السنه الاولى لحد السنه الثالثه فعنده الرابيد جروث بتاعه قل شويه عن السنه الاولى عايز في ستيج اسمها اوتونومي لو بصينا في السايكولوجي هنشوفها دلوقتي ستيج اوف اوتونومي اللي هو الاستقلاليه وكمان هو عايز اكسبلور الحياه كلها هو ما عندوش وقت هو مش هيقعد سيت كده ياكل اكتر من دقيقتين هو عايز ياكل بيجري ومامته تجري وراه تاكله على فكره ودي من الاتاشمنت بتاعت الطفل الام انا المفروض ما اقعدش اكل وانت تجري ورايا تاكليني ده نوع من انواع الاتاشمنت دي حاجه مش غلط على فكره هو عايز ياكل السناكس هو الاستومك بتاعته قد الفيست بتاع ايده فالاستومك صغيره قوي هو عايز ياكل هو بنسميه في التودلر وود هو اون ذا جو هو بيجري بيجري وبيستكشف هو مش عايز حد يقعد عشان ياكل هيبقى عقاب
وهيعتمد هنشوف دلوقتي البارنتال ستايلينج بتاع الفيدنج يفرق كتير قوي في شخصيه الطفل. ولازم الدكتور البيدياتريشن تجيب الام تشتكي له ان ابنها بيكي ايتر، لازم انا اشخصها. ودي الدايلاما بتاعت البيكي ايتنج، الطفل بيرفيوز تو ايت، البيرنتس يبتدي عليهم يبان عليهم الورنس والانكزايتي، يبتدي علاقه الاكل بينه وبين مامته يبقى فيها نيجاتيف اتيتيود، نرفزه، زعيق، مكشره، متوتره، خلص طبقك، الكلام ده كله هيعمل نيجاتيف فيدنج براكتس، يبتدي يحصل مشكله بينه وبين مامته، لقيت ليه بتزعقي لي؟ ليه بتكشري لي بالاكل؟ هيبقى عنده كونديشن ريفلكس، اول ما تحط الاكل يعرف ان هو هيزعق، فيدخلوا فيش سيركل تبوظ الدنيا زي ما احنا شايفين. وفي الاخر هتبقى بيرنتس ورز وديستراست من الطفل، مش عايز اقعد مع الام دي، ده ايه ده؟ ولسه ما يجي بقى الستيج بتاع البوتي تريننج هيبوظ الدنيا اكتر. وهنلاقي ان البارنتال انفلونس على التشايلد ايتنج بيهيفير مهم جدا. الفيدنج ستايل بتاع الاهل بيأثر على البيهيفير بتاع الطفل وعلى الويت ستيتس بتاعه. كل حاجه بترجع تلف تاني وترجع اكوردنج للبيرنتس. فانا كبيدياتريشن حتى لو جنرال بيدياتريشن لازم اصنف الام دي للستايل اوف فيدنج بتاعها. لازم اعرفهم كبيدياتريشن. دي ملهاش دعوه ب السايكاتري، مش هنخش ديب يعني، بس لازم اعرف البارنتال فيدنج ستايلز. عندي اربع انواع. اول نوع وده اشهر نوع الموست كومن اللي هو بنسميه الكنترولنج، الام المسيطره اللي هي بنسميها اوثوريتاريان، اللي هي ام مسيطره، اللي هي كل كلامها خلص طبقك، هاو ايفر الطبق ده قد ايه؟ هو معدته قد الفيست بتاعه، هو محتاج معلقتين ثلاثه يعملوا طبق رز كده عليه خضار، ولازم ياكل، فاكرين ان هو هياكل قد ده. وتبتدي تبقى تعمل بريشر عليه وتبوش ان هو ياكل اكتر من السايتي بتاعه. ودي طبعا بتبوظ الهانجر كيوز بتاعت الطفل. انا لما اكل الطفل اكتر من معدته بعد شويه الهانج الكيوز بتاعته هتتدمر، هياكل اكتر ويبقى اوبيس في الاخر. تمام؟ دي اول ام، دي اشهر ام. نيجي للام اللي بعديها، الام اللطيفه البرميسيف اللي هي عايزه مكبره دماغها، حتى الاكل هاويفر فاست فود، اي اكل اللي موجود في البيت حطاه قدام الولد، ملوش ليميتد كوانتيتي، حط اي حاجه والكواليتي ما تقولش لا ابدا، عايز تاكل ده يا حبيبي قولك ياكل وهو ما فيش اي مشكله. دي طبعا ليها علاقه طبعا بالميتابوليك اوبيستي بتاعت الاطفال، ودي دايما بتاثر عليه. لازم اشخص الام واعرف يتاكله ازاي. في الام بقى ايه النجلكت، اللي هي ياكل او ما ياكلش، او تبتدي تبقى اوير لما يوصل انه يعيط من الهانجر بين، تقوم بقى تاخد الديسيجن هتعمله اكل ايه. فعمال ما تعمل بروسيسنج للاكل يكون الولد خلاص اتدمر من العياط، ويحس بكميه نجلكت رهيبه جدا، فلما يجي ياكل يبقى منهار نفسيا. دي من اصعب الانواع على فكره، دي اوحش احساسه بالانسكيورتي، الهانجر بين في الاطفال لحد سن 3 سنين اسمها انسكيورتي، عدم الامان. بتزود الانكزايتي ليفل بتاع الطفل وتخليه عنده احساس بالانسكيورتي. وانس ان انا دخلت وعملت فتحت الانكزايتي خلاص انا بعلى بقى عندي انكزايتي، وانا لسه عندي سنه سنه ونص بسبب ان انا كنت بجوع. الهانجر بين بيعمل انسكيورتي، عدم امان. ما سيبش الطفل جعان ابدا. ودي بتخلي الطفل خايف
ويبقى فرصه ان هو ياكل حتى هو مش جعان، علشان ماما هتتاخر، ماما مش واخده بالها مني، فيبقى عنده attitude of over eating، بيحوش. احسن ام طبعا، ودي الام الطبيعيه اللي علاقتها طبيعيه بابنها، اللي هي الام العاديه الاوثوريتيف، اللي هي لاف وذ ليميت، بتضحك معاه وتتاكل وتاكل معاه، تديله الاكل بالراحه، قال كفايه خلاص، مش عايز اكل لغيره، مش عايزين ياكل اللي هي عاملاه على فكره. يعني هي طبخه النهارده مش كوسه، لا مش عايزه. ياكل اللي هو عاوزه. ياكل اللي هو عاوزه. اكوردنج زي ما شايفين البريفيرنس بتاع ده بني ادم وليه رغبات ولسه بيبتدي ستيج اوف اوتونومي، استقل بذاته، فعايز يبقى ليه راي، ورايه هيبقى في ايه؟ هو عنده حاجه ثانيه؟ هو لازم يقول رايه في اكله. فالام دي عظيمه انها تسيبه ياكل اللي هو عايزه. تمام؟ وده احلى فيدنج ستايل. هما اربعه معروفين ستاندردايزد، موجودين في كل الكتب، مفروض على الفايل بتاع الطفل هكتب الام دي، ان الام دي كل تشخيص ليها علاجه مختلف عن الباقي. ودي الرايت وان. وده less common للاسف. طيب هما الاطفال وهما تودلر بيخافوا يجربوا، نسميهم نيو فوبيك كمان، يعني من اسباب البيكي ايتنج ان هما خايفين يجربوا الاكل. هما روتينيين شويه، وعايز نفس الاكل اللي بيحبه، ما تزوديش الاكل. فحطي لي الاكل اللي بحبه وزودي لي عليه اكل جديد، بلاش اكل جديد كله، هتنرفز وهتضايق. واديني مساحه ان انا اكل لوحدي. فالاطفال في السن ده بيبقوا عندهم فود افيرجن ونيو فوبيك، يعني فود نيو فوبيك، خايفين ياكلوا الاكل الجديد. بالذات الفروتس والفيجيتابلز بيخافوا منهم قوي. وساعات الفود ريفيوزر بيبقى نوع من انواع الاتنشن سيك، اللي هو عايز مامته تاخد بالها، هي من الصبح ما قالتلوش غير ازيك وبسيته مره وخلاص، بيبتدي يسيك اتنشن انه مش هياكل، مش عايز ياكل. دي تعمل مشاكل في البيرنتس تشايلد ريليشن شيب، تعمل ديفكتس جامده قوي، ان هو عايز ياتين اتنشن منها وهي مش واخده بالها. تمام؟ الاكسبوجر بتاع الاكل مفروض ان انا احط له الاكل بتعتمد على الفيدنج اكسبيرينس بتاعت الطفل، ولازم علشان اعود الطفل في اكسبوجر لاكل كويس، وانا ديورنج بريست فيدنج ارضعه كويس. ولقوا ان الاطفال البريست فيدر احسن من الاطفال البوتل فيدنج، علشان البريست فيدنج الاكل فيها متنوع، لكن البوتل فيدنج تيست واحد فبيبقوا بلانتد مع الوقت، لكن التيست بقى بتشتغل احسن لما بريست فيدنج، لان البريست فيدنج طعم اول في الوجبه في اللبن بتبقى زي الابيتايزر كده، بتبقى صوت شويه وبعد كده بتبقى هاي بروتين وجريزي وبعد كده بتبقى سويتي في الاخر اكنه حلة. ده سبحان الله، ده الفلو بتاع الميلك في كل رضع سبحان الله. لكن البطل فيه كل طعم واحد، فبيخلي الولاد زي بلانتد كده، ما بيستطعموش زي الطفل التاني. فان هو يبقى صعب بيستطعم اكتر في البريست فيدنج، هيبقى صعب ك بيبقى عايز ياكل حاجات معينه وبيحب يجرب عمل. طب نجرب قد ايه؟ نجرب مرة واحدة ولا كم مرة؟ لا، لحد 10 تايمز، 10 تايمز، بعد كده أقول إن هو ما بيحبش الحكاية دي، وأستنى أسبوعين وأعيد تاني الإكسبوجر. لأن أنا لو اديته مرة واحدة أقول لا ما بيحبش ده، لا هجربه تاني، وشكل تاني، وأجيبه تاني، وأحطه مع حاجة بيحبها تاني، علشان يبقى عنده الويلنج إنه يجرب الحاجات دي. ولقوا إن الأطفال البيكي ايتر دايما بيبقوا ليميت اماونت، زي ما احنا قلنا بيخافوا من الفروتس والفيجيتابلز، ودايما بيبقى عندهم بريدريكشن للجانك فودز، حاجات سهله، البطاطس المحمره، الناجتس، المافنز، الدونتس، الحاجات اللي هي سهله عايزين ياكلوها على طول. فالمفروض الاطفال ما يبقوش اكسبوز للحاجات دي اصلا. طيب المفروض
ان الطفل بيبقى عنده اللي يحب الحاجه صوتي او صوتي حسب ما الام عملت له ايه في الويننج. فدايما نقول في الويننج بروسيس بلاش في الاول تحطي صوت وشوجر علشان الولد ما يبقاش ليه بريدكشن للاكل ده. خلي ان هو يستطعم طعم الاكل من غير اديتيفز، وبعدين نبقى نزود على السنه الثالثه. يعني نعمل شوربه خضار من غير اي حاجه، من غير ملح، من غير سكر، من غير اي حاجه، علشان نشوف هو البريدكشن بتاعه للاكل عايز ايه. هل في ريد فلاج للطفل؟ حضرتك قلت لنا كده ان خلاص الطفل البيكي ايتنج عنده نورمال جروس وطبيعي خالص ماشيين 50%. في ريد فلاجز لازم طبيب الاطفال يكون عارفها، لازم طبيب الاطفال يكون عارفها، ان هي لو في اي مشكله في الجروس شارت بتاع في اي مشكله في الجروس شارت، عنده اي تشوكلت او جاجي او كافي وهو بياكل، الحاجات دي ريد فلاج لازم اشوفها. او في بروبلم يبقى معاه فوميتنج مع الاكل، في زي ما احنا قلنا اوتوماتيك تشوكينج، في مشكله من اكل مع واخد نفس، ياخد نفس يكح ويرجع الاكل كله. لازم اخلي بالي من الحكايه دي، لو اتكررت كذا مره احسن اعمل ايه، هو ولا بيتهيألي كويس اوطى. يبقى او كده احسن. بيخاف من السبيسيفيك تكشر بتاعت الاكل او الفود رينج بتاعه. انا الام تيجي تقول لي الام بيكي ايتر، اقول لها الزياره الجايه اكتبي لي ورقه هو الاكل اللي بياكله قد ايه. لو بياكل اكتر من 20 نوع خلاص اطمنها 20 نوع، بعد من سن سنه ثلاث سنين 20 نوع اطمنها خالص. واقول لها ايه؟ تقول لي بس كان بيحب الجوافه وبطل ياكلها. لا اكتبي لي ان هو كان بيحبها وقفها وايه اللي دخل بدلها؟ انه لو ما بيبطل حاجه بيدخل حاجه. وانت هو بياكل 20 ايتمز من الاكل خلاص مفيش بيكي ايتنج اصلا. اقل من بيكي ايتنج هو اقل من 20، تمام؟ او طفل بعد ما ياكل كامل القرش عنده الجيرج او عنده الفلاكس، دي كلها ريد فلاكس لازم اعمل لها ديتيلد هيستوري وابعتها لحد جاستروانترولوجيست لو بقت فيها بيرسيستنس. مش اي حاجه كده اقول لا خلاص ده بيكي ايتنج وخلاص، لا في ريد فلاكس مكتوبه وستاندرد دايت. طب انا هساعد الطفل بيكي ايتنج ده ازاي في البيت وفي لو داخل على المدرسه؟ في تيبس ستاندرد في كتب السايكايتي. اول حاجه ان انا لازم انكارج الابيتايت بتاع الطفل، ان انا اديله سمول ميلز وسناكس. هو مش هياكل ميل كامل، احنا قلنا التوتنت واحد عايز اون ذا جو عايز يجري ومامته تجري وراه، ولازم تبقى التاشر بتاعت التوتنت رول مامته تبقى ورا ظهره، مامته سند ظهره، او ما يلاقيهاش يزن او عايزها جنب لحقه. دي اتاشن اللي هتعمل سكيورتي، اللي هتخلي الطفل عنده تراست في العيله دي ويبقى عنده امان واقل من الانكزايتي ليفل خالص. لكن الام اللي سايباه بعيد وبعيده عنه ده بيقلقه، تمام؟ هو هياكل كل شويه، كل شويه هنعمل له حاجات شكلها حلو وندخل له حاجه جديده هو ما كلهاش مع حاجه قديمه عشان ما يضطرش يتوتر ويبقى مشكله. ما رضاش ياكلها هعمل هشيلها على طول واعمل لها انتروداكشن تاني هو جعان تاني نكست ميل. هجرب 10 مرات وبعد كده المفروض يبقى في سكيدول للميل تايم، وطبعا لازم هيبقى في قعده كويسه، مفيش موبايلز، مفيش سكرينز مفتوح عشان اكله. الدكتور هو ما بياكلش غير مره في حاله التيك توك، انا مش صح؟ انت بتعرضي ابنك الكترومغنت هايبر اكتيفيتي من التليفون اللي انت ماسكاه، بتاثر على الجروين برين. ثانيا بياكل وهو مش دليان وبوظي الهانجر كيوز بتاعته، غلط جدا. وطبعا زي ما احنا قلنا نوقف السكرينينج ودايما الطفل انجيج هو ياكل بايده. الدنيا هتبقى عبس بس ايه لازم يحصل كده. من الحاجات الريكومنديشن الامريكان بيدياتريك اسوسيشن ان لازم العيله تجرب ياكلوا مع بعض.
دي بتحسن جدا الابيتايت، بتعلم الولد الايتنج هابتس بتاعت البيت، زي يمسك المعلقه، زي ياكل، زي يسمي قبل ما ناكل، بتعمل بوندنج للفاميلي قل خالص، كل واحد بياكل لوحده دلوقتي في البيوت للاسف. ومي تايم ده بيعلم حاجات زي ما احنا قلنا للبيبيز ان هما يبقوا اتاشت للاهل ويقابلوا بعض. تمام؟ دي من الريكومنديشن المهمه. طبعا الاندبندنت فيدنج، وده بيبقى مرضي. لدرجه ان الامريكان بيدياتريك اسوسيشن قالت كفر ذا فلور لو انت قلقان قوي. يعني وصلوا ان هما بيريحوا الامهات وبيفهموها. Cover the floor if it makes cleaning up after me. من حقه ياكل كده على فكره. مش هيحصل اي حاجه. هيتاخد ياخد شاور والارض هنشيل المفرش اللي هيتحطي. يعني هما خلاص ادونا الحل اللي هما كانوا الناس بتعمله. تمام؟ طب انا عايز ادخل نيو فود للطفل. ادخليه بس حط سمول اماونت وحطي جنبه اوترنت عشان لو مش عايز يدوق او خايف من شكله مش لازم يضطر ياكل ويتوتر وانت تزعقيله فيتوتر فيبقى كونديشن ريفلكس ان انا ما بتهزق لما باجي اكل فانا مش عايز مش لازم ياكل انا مش بجوع اصلا. تمام؟ فلازم احط له النيو فود مع وافويد. بصوا يا جماعه افويد التريكينج اللي هو اخبي الاكل الجديد جوه الاكل اللي هو عارفه اخبيه. ده اكبر حاجه لان الطفل فاهم كل حاجه. او افورس ان انا ادخل العافيه. تمام؟ دي من اخطر الحاجات. هيفقد الثقه في مامته دي، مامته دي بتضحك عليه، ماما دي بتضحك عليا ليه؟ تخبي الاكل وتقولي طعمه تاني ليه؟ اللي هي بتديله مخبيه مثلا حاجه تحطها له، لسه هتحط ده بقه وتتحط دي بقه. لا ده مش صح خالص. التراست بين الابن ومامته دي اول درجات النمو الطبيعي السوي في الاطفال في اول 3 سنين. علشان اقلل الميس تراست علشان الولد اللي يطلع في سايكل السوشيال والتفاعل بتاعه طبيعي ونجح وسكسيدد ان هو عدى الستيج. تمام؟ ولازم طبعا هنستنى هنعمل انتروداكشن 10 مرات وبعد كده نوقف ونستنى اسبوعين مثلا ونرجع تاني نرجع نفس الايتم تاني بس بشكل جديد. يعني لو كان بيتعمل بطريقه يتهرس، لو كان بيتعمل يتحمر، اللي هو نغير شكله شويه بحيث ان الولد يأكسب الكايند اوف فود ده عشان ما يبقاش مش عايزه ورافضه تماما كده. ولازم طبعا زي ما احنا قلنا في الاول ان احنا الايدج الكوانتيتي تبقى ابروبريت للفود وللايدج بتاعه ايدج ابروبريت وتكون ليها علاقه. خلي بالي من الاورال ديفلوبمنت بتاع الولد، فاين موتور سكيلز بتاعته، هيعرف ياكل يشرب فيها ولا لا، هيمسكها ازاي، عايز يتفرج عليها الاول، الحاجات دي كلها لازم اديله الحاجه اللي ما يعني ما ادلوش حاجه مثلا بودنج واديله معلقه وهو لسه صغير قوي فهيمسكه مش هياكل وشه مش هياكل نفسه مش هتوصل المعلقه دي، فلازم اديله بودنج جامد شويه وياخده على شكل بورشنز كده وهو يحطها بنفسه في ايده على قد اللقمه بتاعت بقه زي ما بنقول. ودايما في حاجه اسمها رول اوف ثامب ان احنا بنوفر التيبل سبون اللي هي ايتش تيبل سبون بتبقى اكوردنج للييل بتاع الطفل وزايد عليها واحده. يعني لو عنده سنه ياخد معلقتين، سنتين ثلاثه كفايه قوي، كفايه قوي، اربع معالق او 5 معالق كفايه قوي، هو مش محتاج اكتر من كده على فكره. ما ينفعش ياكل طبق رز الطفل، ما ينفعش ياكل طبق رز بالخضار او اي حاجه. البيبر سيرفنج هيبوظ الشغل ابيتايت. ولازم يبقى ليا نيوترال اتيتيود ديورنج فيدنج تايم. بلاش ابقى مكشره يلا بقى ناكل تعالى وعامله وشي فيه يعني انكشس فيش فيت كده اللي هو الولد خلاص واخد الاتيتيود الام دي هتهزقني وهتزعقني يا بصلي كده ليه؟ اللي هو ليه ده كله؟ هيبقى كونديشن ان الموضوع فيه تهزيق انا مش عايز اكل بقى ابتدي مع الوقت مش عايز وبرضك لا
لقوا ان قصه الاكل رايح فين، الطياره جايه منين، والكلام ده جه فوق جامد قوي، لان بتدي اتيتيود للقوم انها خداعه وده مش لعب. يعني يلا بقى افتح حقك، القطر رايح فين والعربيه والاكل يلا يدخل، الكلام ده غلط خالص. لقوه ان هو بيدي هي تبقى اتيتيود للطفل، وبيبقى فاهم ان هو بيحتقر الام. انت ليه بتعملي كده؟ ما بيجي كل بيجرب، ولازم الفيس بتاعها يبقى شكله انجري، تلاقوا كومبيتيشن. بلاش التكشيره بتاعت الاكل والزعيق بتاع الاكل، هم على طول بتتكشر، هم على طول بتزعق. وطبعا التهديدات، ده ما خلصتش الطبق مش هروح النادي، ما خلصتش الطبق مش هروح لايه، ده ما خلصتش الطبق مش هحبك، هنزعل منك، اخوك خلص الطبق وانت ما خلصتش. المقارنات، البانشمنت، انا زعلانه منك، انا مش بحبك، مش هاكيك، مش هنعمل، خلص ده عشان اجيبك السويت، بلاش مكافآت الحلويات، ولازم الليمت الديوريشن اوف ايتنج، هما خلص 15 دقيقة يكفي للطفل ان هو كفاية، واشيل الأكل وأعرضه بشكل تاني بعد ساعتين ثلاثة، لكن الأكل المتاح أول طول اليوم ده بيزهق وبيخلي الناس معينة. لو اكل قدامي طول النهار مش فاهمه ريحته هشبع، هشبع من شكله صح؟ هو الطفل نفس الكلام، هو يتشال ربع ساعه كل او ما كانش يتشال، وساعتين ثلاثه اعرضه تاني الاكل حاجه هو بيحبها، يقعد ياكل مش اكتر من 20 دقيقه 30 دقيقه ماكسيمم، مش نقعد ناكله بس اصل هو بياكل ساعتين ثلاثه في الاكل. طب وبعدين؟ ده مش صح، ده مش صح. ريكومنديشن انا هم الوقت من 20 30 دقيقة ياكل، وهو الأكل يبقى معروف قدامه 15 دقيقة وتشيل، دي أهم حاجة. وعايز أدخل حاجة تاني أدخلها أشيل الأكل ده وأختفي كده ساعتين ثلاثة من غير أي حاجة، أسيب مثلا شوية عصير أو مية، عصير طبيعي طبعا منزلي أو مية، وأسيبه بعد ساعتين ثلاثة أجيب الأكل تاني وأوفر إن هو أغير شكله واحط له النيو فود لو انا عايزه. لازم يبقى العلاقه فيها سعاده، اللي هو زي ما احنا قلنا لاف لاف ويز ليميت، حب بس بحدود، وحدود ان انا ابني باكله مش بعذبه، ولازم ياكل، لازم يكون انا عملته اكل النهارده وتعبت فيه، هو ممكن اغير له الاكل كذا مره. هو ده من حقه، هو لسه بيستطعم ولسه ما استمتعش في الحياه، انا اللي جايباه وربنا رزقه لي، فانا لازم استحمل التودلر ويكس، لازم استحمل الفتره دي، لان الفتره دي محتاجه ام هي جابت يعني هي ام اللي هو لوحده، هي لازم تستحمل الكلام ده، لان محدش هيقدر يعمل الدور بتاعها ومش هيقدر يجوب معاها. هي الام بس بتاعتنا بيجي ايتين لسه فيري كومن في يونج تشيلدرن، وبيعمل كونسيدربل بارنتال انكزايتي للاسف. وطبعا parental anxiety هتترانسمت للطفل very soon. والطفل اللي ليبل بيكي ايتر معظمهم عندهم appropriate growth، ما عندهمش اي مشكله. كل الامهات معظمهم زي ما احنا قلنا الولاد بيكي ايتر، لكن عندهم normal appropriate growth for age. وطبعا الريد فلاجز ما تنساهاش في الميديتريشن، لان في سيرفيس اورجانيك باثولوجي ممكن يبقى سبب الفود افيرجن عند الولد، كان ساعتها يبقى سيمتوم افيرجن مش بيكي ايتي، قصه ثانيه خالص ليها كرايتيريا اوف دايجنوزز وموجوده في الدي اس ام 5 واي هاف ليتر من امريكا. وطبعا السيمبلي هيلثي ادفايس البسيطه ان هي ناكل ان جروب، ناكل ان فاميلي جاذرينج،